من داخل معهد استجراء السمكة وبحوث الأسماك أتعرف بيكو. أمان الدهراوي. أحمد أحمد محمد. إيمان عبدالله دراز. أنتوا أحد الباحثين هنا، ممكن أعرف أنت دراستك إيه هنا؟ أنا أصلاً بدرس ماجستير في تغذية الأسماك البحرية. تمام، تخصصي فيها لغاية فين؟ احنا بادئين اول سنه السنه دي مع بدايه افتتاح المعهد، واحنا انا اصلا شغاله في الثروه السمكيه، اخصائيه بحوث في الثروه السمكيه، فقلت بجانب شغلي ادرس واشتغلت تغذيه الاسماك البحريه في هيئه قنص في مشروع تنميه محور قناه السويس. فكانت فرصه ليا الدراسه. بالنسبه لنا الدراسه هنا بندرس الانواع الاسماك البحريه، سواء كان تغذيه او تفريخ او كل ما هيقوم بيه المشروع في محور قناه السويس احنا بندرسه هنا كباحثين في المعهد، كشغل تطبيق عملي فيما بعد يبقى يتنفذ دراسة علمية بالإضافة لشغلنا الرئيسي في هيئة الثروة السمكية في نفس المجال. إن شاء الله بإذن الله احتمال كبير هيكون دراستي هتكون استزراع القاروص أو الدنيس. استزراع البحري هيكون من الدنيس وقاروص والجمبري، ده اللي هيتركز عليه هنا في الزراعة، فممكن بإذن الله هكون واخدة القاروص ومن جميع من تغذية في المفرخات. أحمد أحمد محمد أحمد أحمد محمد في منطقة الإسماعيلية للثروة السمكية. أنا من أبناء الهيئة. أنا خريج زراعة أسماك، شغال في الهيئة أخصائي استزراع سمكي. لما جيت هنا المعهد بصراحة يعني بهرت بالإمكانيات والتجهيزات اللي موجودة فيه، بجانب إن في هنا مفرخ على أعلى مستوى لتفريخ الأسماك البحرية، فقررت فعلا إني يعني أدرس في المعهد. فقررت أدرس في المعهد على أساس طبعا المستقبل كله في الاستزراع السمكي في مصر هو الاستزراع البحري. ليه؟ لأن أصبح في تعديات كتيرة جدا على البحيرات اللي موجودة، وبجانب إن في صرف الأرض الزراعية زي ما تفضل الأستاذ الدكتور عبد الحميد عيد، الصرف أصبح فيه مشكلة تلوث، وإحنا عندنا مسطحات بحرية شاسعة في مصر، يعني عندنا البحر المتوسط والبحر الأحمر قناة السويس والبحيرات المرة وبحيرات تمساح وبحيرة البردويل، المساحات دي كلها ممكن تستخدم في إنتاج الأسماك البحرية. فأنا قررت فعلا أدرس الأسماك البحرية، وفعلا لقيت الأستاذ الدكتور عبد الحميد عيد شجعنا جدا للدراسة هنا، وإحنا تشرفنا ندرس مع الأستاذ الدكتور عبد الحميد لأنه أستاذ وعملاق في الأسماك في مصر وفي العالم. حتى أنا خريج أزهر، في التسعينات كنا بندرس كتب الدكتور عبد الحميد عيد. فالمهم الموضوع بالنسبة للرسالة بتاعتي، الرسالة احنا نقش مع الأستاذ الدكتور عبد الحميد عيد انه يكون الموضوع بتاعنا في تغذية الزريعة بتاعت الدنيس، أسماك الدنيس. ليه؟ لنسبة الفائد من فأس الزريعة بتاعت الدنيس بيوصل ل90% فائد في الزريعة بتاعت الدنيس وقت الفأس، فبنحاول اننا نغذي على أساس نقلل نسبة الفأس في الفائد من وقت الفأس بتاعت الزريعة. فاحنا في اللي هو بنغذي على الأرتيميا وبنضيف بعض الأحماض الدهنية على أساس نسبة العشاء تكون أعلى ونسبة الفائد تقل في الزريعة بإذن الله. أنا إيمان عبد الله دراز، وأنا خريجة علوم قسم مايكروبيولوجي. يعني في الأول كانوا عاملين اعلان ان معهد الاستزراع السمكي ان هو فتح جديد يعني، فانا حبيت يعني اجرب حاجه جديده واشوف، فجيت وعرفت بقى ان هم طالبين يعني ناس من جامعات مختلفه وكده.
ادي اول سنه للمعهد ولسه فاتح. ف لما جيت يعني عرفت بقى ان يعني لقيت في ناس كتير مقدمين وانا كنت عايزه اعمل حاجه جديده يعني غير اللي انا درستها، فقدمت وقلت يعني اجرب وكده، فلقيت الموضوع كويس يعني المجال حلو وفي حاجات جديده يعني انا كل يوم بتعلم حاجه جديده لان انا برضو ما اعرفش حاجات قوي. بس هم يعني زمايلي كويسين قوي والدكتور عبد الحميد يعني دكتور كويس وشجعنا يعني كل يوم في حاجات جديدة بتشجعنا ان احنا برضو يعني نستمر في ال هو طبعا هو الرسالة احنا لسه ما حددناش برضو هنشتغل في ايه، بس هو اتمنى طبعا ان انا اللي انا هدرسه يتطبق عملي بعد كده واشتغل فيه وان انا افيد بيه يعني ان انا برضو عايزه ادرس والحاجه اللي انا درستها ديت افيد بيها المجتمع.